السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة في مواجهة نابولي في الدوري الأوروبي. طبعا سوف نرى التشكيلة المتوقعة لمدرب تشافي هرنانديز في هذه المباراة وفي هذه القمة. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لك كل جديد. ولنمر إلى التشكيلة المتوقعة للمدرب تشافي هرنانديز. طبعا التشكيلة المتوقعة فهي كالآتي: حراسة المرمى الألماني تير شتيغن، خط الدفاع لدينا الظهير الأيمن ديست، قلبي دفاع جيرارد بيكي وإيريك غارسيا، الظهير الأيسر جوردي ألبا، طبعا في غياب لي رونالد أروخو وداني ألفيس، خط الوسط بقيادة سورجو بوسكيت، فرانكي دي يونغ وبيدري، خط المقدم الهجوم بقيادة بابلو مارتينيز غافي وأداما تراوري ولونغ دي يونغ. طبعا هذه هي التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة ضد نابولي في الدوري الأوروبي في غياب لداني ألفيس بسبب أنه مستبعد من اللائحة للدوري الأوروبي، وفي غياب لرونالد أروخو بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الدوري الإسباني أمام إسبانيول. وتبقى هذه هي التشكيلة المتوقعة للمدرب تشافي هرنانديز في مواجهة نابولي الإيطالي في دور الثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. طبعا هذه هي كل ما لدينا. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو اترك تعليق جميل لنا كتحفيز على هذا المردود. لا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.